الجديد برضو في البطوله السنه دي زي ما بقول لكم خلاص هي لائحه البطوله ملياش دعوه انتوا منين. ممكن فعلا زي ما حصل قبل كده ثلاث فرق من الجزائر كانوا مع بعض في مجموعه واحده فمالهاش علاقه بتصنيفات الدول، ليها علاقه بالتصنيف الفني بالمعيار اللي انا قلته لكم. وده بيقودنا لحاجه، هو ده مش دي مش معايير؟ حتى في القرن اللي فات لما الاتحاد الافريقي حط رولز حط معايير اختار عليها نادي القرن، الناس اعترضت ان يبقى فيه اختيار معايير. انت النهارده الزمالك لا هما مش بص يا استاذ ابراهيم من الاخر كده هم عارفين الصح لكن هم استنوا لاخر القرن وفصلوا المعيار اللي ممكن يديهم اللقب. لكن طول ما المعيار موجود ما كانش حد بيتكلم خالص طول الوقت. يعني هو ليه ما حدش بيكلمك على ترتيب الانديه في القرن الواحد وعشرين؟ ما هو نفس المعيار. ما حدش قال لك ده غلط واحنا محتاجين عليه قبل ما تتضح ان الاهلي بعيد. يعني كان ممكن يحتج عليه من اول ثلاث سنين ويقول لك المعيار ده احنا معترضين عليه. ما حصلش. استاذ ابراهيم انت بتفصل مواقفك على ضوء ايه اللي يخدمك بعد ما تعرف. زي الجون كده، يعني ما يترمي كده والكره تيجي هنا يقول لك كان المفروض يترمي كده. ما الضربه اتنفذت. انت قبل ما تتنفذ انت مش عارف المفروض يحصل ايه. فالصح والغلط دايما نسبي. للي عايز يجد مبرر يقعد يفصل لنفسه على الظروف. لو طبقت ده هو ده العداله، لو طبقت ده هو العداله. ادي معيار التصنيف. طب انت حاطط قاعده هتطبق عليك. يعني انت بتضرب البطل السنه دي بتضرب في خمسه ساعه مع القاعده هتضرب للاهلي في خمسه وهتضرب للزمالك في خمسه وهتضرب للوداد قبل كده في نفس الرقم بتاعه. هو يعني دي اتعملت لما الاهلي شافوه فراح عاملين له قاعده عشان ولا الترجي ولا المازيمبي ولا الوداد. لا، القاعده محطوطه افرزت هذه القاعده افرزت هذا الترتيب. هتيجي تقول لك ما هو لو كان طبق القاعده بدل ما تقسم على خمسه تقسم على ثلاثه ده انت عايز حاجه تجيبك انت ده موضوع تاني. طيب كمان علشان الموسم السنه ده هيبقى مضغوط جدا دوري المجموعات سريعا. يعني انت القرعه بكره الجمعه، عارفين اول مباراه امتى في دوري المجموعات الشهر الجاي على طول 12 و13 فبراير 12 و13 2 الجوله الاولى. فبسرعه انت يعني باذن الله تعالى الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه في الدوحه من 1 ل 10 فبراير من 3 ل 14. طيب الاتحاد الافريقي حاطط الجوله الاولى، اذا مباراه الاهلي هتؤجل في الجوله الاولى لانه الجوله الاولى حاطط لها 12 و13 فبراير. انا اللي اعرفه كده تاكدوا لنا النبي في الاعداد عارف ان هتؤجل لو الاهلي كمل ان شاء الله في بطوله العالم من هم قالوا ان الفاينل 11 ل 14 من 3 ل 14 ده لا كاس العالم للانديه. هو كان من 1 ل 11 الجدول اللي قال لك من 3 ل 14. ايوه طيب لكن هتسافر قبلها بيومين. لا بالنسبه لل 12 و13 فبراير الجوله الاولى في دوري الابطال هتؤجل لو الاهلي باذن الله كمل في كاس العالم للانديه لادوار متقدمه الكاف هيأجل له هذه المباراه. الجوله الثانيه هتبقى 23 فبراير والجوله الثالثه 5 مارس، الجوله الرابعه 16 مارس، الجوله الخامسه 2 ابريل 2 و3 ابريل، وتختتم هذه المجموعات بالجوله السادسه يوم 9 ابريل 9 و10 ابريل. يعني في اول الاسبوع الاول من ابريل تقريبا هيكون اتعرف مين اللي هيصعد لدور الثمانيه. طيب لو لعب الاهلي والزمالك الجمهور على السوشيال ميديا قال لك طب يا ريت، وبداوا يستدعوا انه فعلا الزمالك وشه حلو على الاهلي في افريقيا. حاجه غريبه جدا، كل مره الاهلي واجه الزمالك في بطوله افريقيا الاهلي كمل وخدوا البطوله في الخمس مرات. يعني ده والنبي في الخمس مرات هل دي قاعده؟ ما فيش حاجه اسمها قاعده، لكنه انا بقول لك الخمس مرات الاهلي قابل الزمالك في دوري المجموعات، قابله في قبل النهائي، قابله في دور الثمانيه، والموسم الاخير قابله في الفاينل. كانت النتائج يا باشمهندس في 2005 لعبوا مع بعض في الدور قبل النهائي فاز الاهلي 2-1 و3-0 والاهلي كمل وفاز باللقب 2-0. في بطوله 2008 في مجموعه واحده فاز الاهلي 2-1 وتعادلوا 2-2، الاهلي تصدر هذه المجموعه جمع 12 نقطه وقتها والزمالك جه في الرصيد بخمس نقاط في الرصيد الرابع.
واصل الاهلي مشواره وفاز باللقب. في 2012 وقع الاهلي والزمالك في مجموعه واحده وفاز الاهلي 1-0، واخرها كانت الموسم او النسخه المنقضيه وفاز الاهلي بالقضية ممكن. الثلاث يعني بطولات اللي هي 12 و13 و20 قيمتهم انهم مش مع الجيل المرعب يعني. طيب